المادة 184 تقول زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين: إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا المحضون، إذا كان نائبا شرعيا. زواج الحاضنة الأم، تكلموا على المادة 175 هي اللي تتهمني. زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية. بعد الطريقة باش كاتبينها صيغة ماشي بسيطة وماشي سليمة، واللي غادي يقراها يمكن له يغلط. انت خصنا اولا الاسلوب يكون ابسط من هذا، نقولوا يسقط، تسقط الحضانة للأم التي، نديروا جوج ديال النقط ونقولوا ديك الساعات اذا تزوجت، الى الزوجات. اذا كان المحضون صغير ما لم يتزوج 7 سنوات او يلحقه ضرر من فراقها، هادشي كله غامض، او يلحقه ضرر من فراقها. اذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز 7 سنوات او ليس هو، او يعني واخا ما يكونش عنده، واخا تكون عنده اكثر من 7 سنين، يمكننا نقولوا بانه يلحقه الضرر. وشنو هو الضرر؟ نبقاو نجريو في هذا الضرر، وكل واحد يبدع وكل واحد يقول. هذه مبهمة عامة فضفاضة مرنة بزاف، لا، خاص أسلوب يكون دقيق جدا. اللي قصدت في حقيقة نتكلم عليها في هذا الفصل 175 أو المادة 175 مدونة الأسرة هو زواج الحاضنة. وملي كتزوج يعني المبدأ والقاعدة هي أنه الأم الحاضنة تسقط حضانتها بزواجها. وعاد طبعا كاين استثناءات هما اللي كيتكلم عليهم في الفصل 75، ولكن بقاو في المبدا بزواج الام الحاضنه تسقط حضانتها. يعني واحد الوليد عنده 13 عام تزوجت الام ديالو، خاص الاب ياخذ الحضانه. ما يمكنش. واش دابا حنا هاد المراه هادي ملي طلقات ما تزوجش؟ ما عندهاش الحق تزوج؟ ولا تزوج بالتخبيعه؟ كيديروا زواج بدون عقد، الزواج الشرعي، وهي راها مزوجه، راها شرعا مزوجه، وهذاك هو الاصل في الزواج. اذن هي ما غاديش دير العقد. كتضحكوا علينا ولا كنضحكوا على المجتمع ولا شنو؟ اولا لما بغاش تزوج تقول لك انا ما بغيتش نمشي لولدي، نبقى ندور في زناقي، ولا ما درتش في زناقي نبقى هاد العفه حتى الفوقاش، حتى الفوقاش، وانا شاد راسي. زوجه عندها 30 سنة طلقات، عندها 25 سنة، عندها 27 سنة، تبقى عندها واحد الوليد محكوم عليها حياتها كلها حتى يدير ذاك الولد 15 سنة أو 18 سنة، لحق 15 سنة باش يمكن له يختار، و 18 سنة باش يكون عنده سن الرشد. ما تبقى هي بلا زواج من 25 عام، نعينوا هذا الوليد هذا في عمره 3 سنين ولا في عمره 4 سنين ولا عاد ولداته، نعينوا 15 عام وحدة أخرى وهي ما مزوجاش. علاش؟ إذا ندخلوا شروط باش تبقى الحضانه عند الام ما دامت هذه الام هذه، حيت حنا فرتأينا في الاول ان نعطيو الحضانه للام. علاش؟ حيت عرفنا بان الوليد صغير راه يمكن، هذا في المبدا والقاعده، القاعده العامه هو ان الوليد خصو يبقى مع امه ملي تيكون صغير. واحد كيدير 15 سنه عاد تيختار. اذا من 15 سنه حتى لتحت راه امه غتعرف تقابلو احسن من باه، وكتقابلو احسن من باه، وهذا هو الواقع. انا ما كنهضرش على الاستثناءات اللي فيهم الاباء اللي كيقابلوا ولادهم احسن من امهم، انا كنهضر على المبدا والقاعده العامه هي ان الام هي اللي كتقابل الوليد، وهي اللي كتعرف تقابله، وهي اللي تحسن المقابله ديال الوليد ديالها. ما عمر الاب يكون في المستوى ديال المقابله ديال الام، واخا يدير المجهود اللي بغى يدير عمره ما يكون في المستوى ديال امه ملي تيكون الام ام. اذا حنا ملي قررنا نعطيوها الحضانه غادي نقولوا لا تزوجتي، وشنو هي تزوجت؟ درت شي حاجه كتغضب الله، ولا درت شي حاجه اللي غادي تنساها، نخليها تزوج. واحتاجوا بان المصلحه ديال الطفل ما بقاش مع الام ديالو حيت تزوجات، وهذاك الزوج ديال الام ديالو تيتكرفس عليه، ولا كيتعدى عليه، ولا كيعنفو، ولا كيحرمو، ولا كيسبو، ولا حرمو بحق من الحقوق ديالو الاساسيه. ويكون ديك الساعات نكونوا حاضين ونقولوا ندير واحد الفتره اختباريه، خليها سيدي المراه تزوج، وخلي لها وليداتها،
وندير واحد الفتره اختباريه اللي تكون واحد المساعده اجتماعيه ساعه ساعه كتدق عليهم، واش خطره في الاسبوع، واش خطره في الشهر، واش خطره كل نهار كتطلع لهم واحد الطليله ديال 5 دقائق 10 دقائق، شوف الوضعيه فاش عايش الوليد، تسول عليه في المدرسه كيفاش عايش، واش كاين شي فيه تغيير. هذا هو اللي بغينا نستمروا حنا في التعديل ديال مدونه الاسره، راه خصنا نتابعوا ذاك الوليد، ولا كنقولوا غير المصلحه الفضلى ديال الطفل، اي كنغنيو بها المصلحه الفضلى، واين هي المصلحه الفضلى؟ تزوجت امه حيد لها، عرفتي شحال من ام القلب ديالها كيتقطع كتبقى حيطه تلقات 25 عام وجات عليها جات عندها عروض ديال الزواج، والبنت نجات تزوجت في 18 عام كبرات تصبت عندها خبره عندها علم عندها معرفه بالزواج عندها علم معرفه بالمسؤوليه ولدات، ملي جات هي قررات تزوج غادي يجيو يقولوا لها لا غادي نحيد لك الوليد ولا غنحيد لك داك جوج الوليدات اللي عندك. ما يمكنش نحرمها من هذا الحق اللي هو حق شنو نقول لك حق طبيعي انها تزوج. اذا المراه خصها الا بغات تزوج تزوج. الاب غتبقى عنده الحق في الزياره، والاب اللي تيهمو الوليد يكون مقابل مزيان. نهار الولد ما يبقاش مقابل مزيان ولا البنيته ما تبقاش مقابله مزيان، ديك الساعات تيخصنا ماشي نقول انا عاوتاني الاب هو اللي يثبت بان راه ما مقابلش الوليد ما متقابلش مزيان ولا البنيته ما متقابلاش مزيان، لا حيت غيصعب عليه. الوليد محضون مع امه مع مرت بو مع راجل امه ما يمكنلوش يثبت ما معاهوش في الدار، اذا غادي نعطيه الحق انا المساعده الاجتماعيه هي اللي غادير لي التقرير ديالها. ندير واحد المده اختباريه ديال سنه ديال سنتين بعد الزواج ديال من بعد ما ولدت وليدات واحد اخرين مع هذا الراجل الثاني، نشوف واش نفس المعامله واش مازال نفس المقابله، واش هذا الراجل مو كيتهلا في هذا الوليد كيعاملو بحالو بحال وليداتو. هذه هي المقابله، هذه هي المرافقه، هذه المرافقه ديال الاسره اذا بغينا نديرو تعديل ديال مدونه الاسره. اذا هذا الحق ديال فقدان الام باش انا نقطع لها القلب ديالها ونشتتها على الكبده ديالها هي كطيح وتنوض ديالها يمكن طلقات راه شوفوا راني نهضر على الام الحقيقيه والام الحره. ما تبقاوش تكلموا على الاستثناءات وتشوفوا لي هذيك الام اللي ما تصلحش ام، هذيك الام اللي مكرفسه على الولد، هذيك الام اللي ماشي مسؤوله، وتبقاو تقولوا ايوا راه كاين هذوك الاستثناءات ما تنهضرش عليهم. انا كنهضر على الام الحقيقيه وهي القاعده وهي المبدا وهو اللي عندنا فيه الكم. اذا خصنا نصونوا الحق ديالها ديال بغات تزوج، هذا حق طبيعي ديالها تزوج مع راسها، ولكن ذاك الوليد نشوفوا المصلحه الفضلى ديالو. الاقتراح شنو هو؟ مساعده اجتماعيه اللي تكون كترافقوا بواحد المراقبه مستديمه ودائمه باش تبدا دير التقرير ديالها. نهار نشوفوا بان ذاك الوليد راه مهدد ولا ماشي في حاله طبيعيه نفسيه او بدنيه او دينيه او تعليميه مدرسيه، غادي نقول راه كاين مشكل هنا، وغادي نقولوا ديك الساعات حنا تنديروا التقرير ديالنا وكنعطيوه للمحكمه، وقاضي المحاجر ديك الساعات هو اللي تيقرر ويقول الحضانه تنراس للاب، ونقول له الله يجازيك بخير. رحنا لمسنا بانه من بعد التقارير ديال المساعده الاجتماعيه بان كاين كذا وكذا كان كاين تقصير، واش انت تبغي تاخذ الحضانه ديال الوليد ديالك ولا البنت ديالك؟ الا قال نعم قول له توكل على الله. اذا هذه هي الفلسفه انا في رايي ديال الحضانه والحريه اللي خصها تحافظ فيها المراه. المراه ماشي ما فشلات في الزواج الاول نحرمها انا من الزواج، وماشي غير المراه اللي عندها 25 عام، حتى المراه اللي عندها 30 عام اللي عندها 40 عام اللي عندها 50 عام بغات تزوج هذا حقها، ما بغاتش تسالي هي حياتها بوحدها، ما تلقاش حتى اللي يعطيها كاس ديال الماء. راه يمكن ما عطاهاش الله في ذاك الزواج الاول، يمكن ربي يفدي لها في الزواج الثاني وتلقى اللي يعطيها الكويس الماء يعطيها الدواء يجيب لها ما تاكل يقابلها ملي تكون مريضه هي تقابلو. راه هذه وهن لباس لكم وانتم لباس لهن، راه هذه هي الستره. إذا ما فشلنا في الزواج الأول يمكن يجيب الله التيسير في زواج ثاني. إذا إعادة النظر في النقطة اللي كتعلق بإسقاط الحضانة بسبب زواج الحاضنة الأم.